أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا دخل المسجد رجل بعد انتهاء الصلاة وقمت وصليت معه ليدرك الجماعة وتكون لي نافلة، وبعد ذلك أتى رجل آخر ودخل معنا الصلاة، السؤال: هل أكمل معهم الصلاة أم أقطعها؟ لا، أكمل الصلاة، لا يجوز قطع العبادة بعد ما يشرع الإنسان فيها إلا لعذر ولضرورة، ما دام لم يحصل ضرورة فلا يجوز قطع العبادة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فيكمل العمل ولا يقطعه إلا لضرورة. نعم.